طيب هكلمك في 200 جنيه يمكن كان ليك حضرتك مقالة يعني شهيرة عن 200 جنيه اللي هو مقتبس من فيلم الخمسة جنيه. حضرتك شايف يعني هل ده تعويم يعني من خمسة جنيه هم عوموها يعني في السينما؟ طبعا ما في فرق برغم ان 5 جنيه بتاعت 44 كقوة شرائية او كقيمة شرائية اكبر، لكن بما انه اعلى احنا اعلى رقم عندنا كام؟ 200 جنيه لغاية دلوقتي، فبالتالي هم حطوا ال 200 جنيه ومشيت الحكاية. رأيك في عودة سعاد يونس؟ سعاد ممثلة هايلة والفيلم وفعلا عامله دور هايل. وايه اكتر فيلم شدك في السينما دلوقتي؟ انا شفت الانس والنمس، معقول قوي برغم كل يعني في مشاكل لكن معقول قوي. بعد الانس والنمس من تقدير طارق الشناوي يعني الاول الثاني الثالث بس شفت تقدير ممكن يبقى موسى العارف ماكو تمام ماكو حتى ماكو اه اه اه